الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا التمثيل البياني لمفهوم العائد على الحجم، أو ما يسمى Return to Scale. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. إذا العائد على الحجم، الآن كما تشاهدون التمثيل البياني على المحور الأفقي الآن هي كمية مدخل الإنتاج ليبر، أو اللي هي عمالة ورأس المال، أو كل واحد لحاله، أو مخلطات ببعضهم البعض. فكمية مدخل الإنتاج أو مدخلات الإنتاج مدرجة هنا إما كنسبة مئوية أو ككميات مطلقة. كذلك الأمر هنا على المحور العمودي اللي هي كمية الإنتاج، ومدرجة من الصفر إلى الأعلى إما كنسبة مئوية أو كميات مطلقة. الآن عندي أقارن يعني الآن كميات الإنتاج عند مستوى صفر مقابل واحد مقابل اثنين مقابل ثلاثة من كميات مدخلات الإنتاج، ما الذي ينتج عنها عندما نستخدمها ونوظفها بالإنتاج. أول حالة الآن، هذه الحالة الأولى، لاحظوا لي المنحنى أخذ هذا الميل وهذا الموقع واخترت ثلاث نقاط هنا، ثلاث نقاط، هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الثانية، وهذه النقطة الثالثة. لاحظوا النقطة الأولى مقابل كمية إنتاج اثنين، كمية عفوا مدخلات الإنتاج ليبر وكابيتال أو عمالة ورأس مال اثنين، ثم مقابل أربعة، ثم مقابل ثمانية. لاحظوا أني أنا الآن ضاعفت كمية مدخلات الإنتاج من اثنين إلى أربعة، من أربعة إلى ثمانية. في الوقت ذاته المخرج من مدخلات الإنتاج كانت، لاحظوا لي هنا هذا الخط الأحمر متقطع مقابل الواحد تقريبا، ثم مقابل أربعة هنا هذه الكمية واحد أو أعلى من واحد بشوي. لاحظوا لي كمية مدخلات الإنتاج تضاعفت من اثنين إلى أربعة، لكن كمية الإنتاج كانت أقل من واحد اثنين. هون عندي تضاعفت من أربعة إلى ثمانية كمية مدخلات الإنتاج، لكن كمية الإنتاج كانت تقريبا اثنين أو أقل حتى. هاي الحالة نسميها إحنا العائد المتناقص على الحجم، decreasing return to scale، أو العائد المتناقص على الحجم. هذه الحالة الأولى. نأخذ الحالة الثانية الآن. هذه الحالة الثانية، لاحظوا لي النقطة عندي نقطة مثلا أولى ثانية وثالثة وهكذا. فهاي مثلا عندما كانت كمية مدخلات إنتاج أربعة، كانت كمية الإنتاج أربعة، فعندما تضاعفت الآن من أربعة إلى ثمانية تضاعفت كمية الإنتاج من أربعة إلى ثمانية. هذه الحالة الغريبة والفريدة هو من نوع اسمها العائد الثابت، constant return to scale، العائد الثابت على الحجم. لاحظوا كمية مدخلات الإنتاج زادت من أربعة إلى ثمانية، فكمية الإنتاج زادت من أربعة إلى ثمانية. في الحالة الأولى كان زادت كميات مدخلات الإنتاج بمقدار أضعاف مضاعفة، لكن كمية الإنتاج كانت أقل بكثير من أن تتضاعف. الحالة الأخيرة هنا، هذه الحالة لاحظوا لي أنتوا الآن مقابل اثنين تقريبا، هنا كانت كمية الإنتاج ستة، فهنا الآن هاي مقابل إنتاج ستة. عندما الآن زدنا من اثنين إلى أربعة مدخلات إنتاج أصبحت نقطة هنا، وبالتالي زادت كمية إنتاج أضعاف مضاعفة. ما المقصود بذلك؟ المقصود بأن هذه الحالة اللي هي بنسميها إحنا العائد سقط السهم، العائد المتزايد على الحجم. هذه الحالة اللي هو السهم الأزرق السميك، هذا العائد المتزايد على الحجم. هنا عندما تضاعفت كميات مدخل الإنتاج، أوكي، لم تتضاعف الكمية بل زادت كميات الإنتاج لكن بأقل من أن زيادة بمدخلات الإنتاج. هنا عندما زادت كميات الإنتاج، كميات مدخل الإنتاج بمثلا 10% على سبيل المثال، كمية الإنتاج زادت بمقدار 10%. هنا في الحالة الأخيرة اللي هو العائد المتزايد على الحجم، عندما تضاعفت كمية مدخل الإنتاج ارتفعت كمية الإنتاج بأكثر من الضعف. مثلا نفترض أنه زادت كمية مدخلات الإنتاج بنسبة 10%، فإن كمية الإنتاج تزداد بأكثر من 10%. الآن سنذهب إلى التمثيل ثلاثي الإبعاد على ثلاثي الإبعاد على برنامج جيوجرا اللي تعرفت عليه قبل مدة بسيطة. لاحظوا لي هنا ما زلنا بنسجل احنا، اللهم صل على سيدنا محمد. هنا الآن عندي
المحور الأفقي، المحور الأفقي هنا هذا الأحمر هنا، حاط أنا كمية العمل، هذه العمل لاحظوا لي، ورأس المال على المحور الأفقي الثاني، أوكي هاي رأس المال هنا، وكمية الإنتاج على المحور العمود الرأسي، هذه الآن كمية الإنتاج. عندما الآن أختار هذه دالة إنتاج من طراز سكوب دوغلاس، إذا بتلاحظوا أحبتي إنه هنا الآن الليبر والكابيتال معبر عنه بأكس وواي، أكس الليبر مثلا، واي الكابيتال أو العمالة ورأس المال، العمالة القوة 0.25 ربع، وهنا واي ال اللي هي الكابيتال مرفوعة القوة 0.5، إذا ربع ونصف. عندما نرسمها تنتج هذه هذا الشكل الثلاثي أبعاد، عندي عمل رأس مال وكمية الإنتاج، هذا السطح من ثلاث أبعاد. الآن إذا رفعت الآن القوة هذه، هاي طبعا العائد المتناقص على الحجم، هذه حالة العائد المتناقص على الحجم. أما العائد الثابت على الحجم عندما كان هون طبعا مجموع الإكسبونت أو مجموع الإساس أقل من واحد، صحيح ربع زائد نصف يساوي ثلاثة أرباع، هنا نصف زائد نصف يساوي واحد صحيح، وبالتالي تنتج ينتج هذا الشكل البياني، هذا هو الشكل البياني، أنه بالحالة الأولى بالحالة هذه إذا زالت كمية عوامل إنتاج مثلا بنسبة 10% فإن الإنتاج سيزداد لكن بأقل من 10%. في الحالة الثانية إذا زالت مدخلات الإنتاج الليبر والكابيتال أو العمالة ورأس المال بمقدار مثلا 10% فإن الإنتاج سيزداد ب10%. هنا الحالة الأخيرة الإكسبوننت 0.7 و1.1، يعني عندي عائد متزايد على الحجم، لاحظوا لي الشكل هنا، هذا الشكل الأخير لاحظوا لي، فعندي أكبر محصية إذا زالت كمية عوامل إنتاج الليبر كابيتال بمقدار مثلا 10% فإن الإنتاج سيزداد بأكثر من 10%. هذه الأبعاد الثلاثة لاحظوا لي، إذا ممكن أن نحركها شيئا فشيئا هنا حتى تستبين، أوكي أرجعها لحالتها الأولى، هذه الحالة الأولى، هاي الآن أتخلص منها عفوا، هذا الشكل الأولاني عائد متناقص على الحجم، ثم العائد المتزايد على الحجم لوحده الآن، ثم الآن العائد المتزايد على الحجم، هنا العائد الثابت، هذا العائد المتناقص، ثم العائد الثابت على الحجم، ثم العائد المتزايد على الحجم. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة لكم أحبتي جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.